صباح الخير، صباح النار، مبروك عواشركم. كده هي يعني لاباس عليكم اختي، غبرت عليكم نهار واحد، درتوا لي هجوم في لي كومونتير، عرفتي كي جاوا البنات حتى في الانستغرام في اليوتيوب. نوال ولفنا تحطي لنا فيديو كل نهار وها غير نشوفوك اختي. لما كانش انا فيديو عامر كنحشم من بال ليكم، كنقول زعما نشارك معكم شي حاجه تكون مفيده، اولا هكا يكون عندي خاطر نجمع معاكم اختي. البارح ما كانش عندي خاطر، غبرت عليكم. قولوا لي كاين شي سنه، كاين شي شباكيه، شي معسلات، شي مملحات، اختكم والو والو يا اختي. سديت داري، سديت كوزينتي، سديت ماريويا، وزدت مع الطريق خصني نمشي تفوج، ضربت لك بواحد التفويجه الحمد لله، حمدتك يا ربي شكرتك عليها. عرفتي واحد التفويجه يا البنات، رجعت بواحد الطاقه. كنت كيبان لكم كلشي اختي، لا معان في وجهي، لا معان، والله ما دايره لا كوماج لا ماسك لا والو، غير اختي الفرحه. عرفتي ملي كتكون واحد الطاقه ايجابيه، واحد الفرحه، كتاخذي واحد الانرجي زوينه كتبان عليك، كيكون الداخل ديالك زوين الحمد لله والشكر لله، كيبان عليك من الخارج. المهم درنا واحد التويجه زوينه بزاف، تجربه رائعه، دوزت بقيتها زوينه مع سميه ومع رجلها مع ليكيب كامله. المهم خصكم دابا 7 الصباح حال عينيها، عبدو دا معاه امين، كتعرفوا دابا كاينه العطله باش يخليني انا نقضي شحال من حاجه. المهم صوت لي فطور ونفطروا، غنجمع غير ماما عندها فطور يوم الجمعه، جمعه مباركه. غنفطروا عند ماما، راكم عارفين السيستم، كندوز الجمعه عند ماما خدامه في العشيه، ولكن عندي هكا ما تقضى نقضي هادشي ونرجع لكم باش مابقاش كنضر بزاف. المهم اختي كاينه غير حداكه والطاقه الايجابيه، صافي رجعت لدويرتي، رجعت لكوزينتي اختي توحشتها، راكم عارفين كتخرجوا كتوحشوا الكوزينه، عرفتي كنشوفها كيبانوا لي بزاف التجيوال جايين في الطريق، بغيت غير مني نبدا. المهم اول حاجه شوف عندي كاين اختي جوج فران، قول لي مبروك اختي جاني فران جديد، صراحه احسن كادو انا فرحانه به بزاف. تكونوا شفتوه يمكن في قناه عبدو حيت صور به شي ثلاثه الفيديوهات، وكان خصنا باقي جديد ميكتو. عرفتو فران زوين بروفيسيونيل هذا ديال زعما الناس اللي كيخدموا نيت في الباتيسري وداكشي زوين، غنشاركو معاكم. شوفوا اختي نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا فرحانه به، لان عرفتي كيطيب هكا كيطيب زوين كتغنهرسو. عرفتو فرحانه به، قلت لعبدو احسن كادو جبتي ليا زعما في هذا رمضان ان شاء الله غيدوز زوين، الله يدخلو علينا بالصحه والسلامه وطول العمر كل ما كتمناه. المهم البنات هذا هو الفران، شفتوا ها هو الفران القديم، تا هو زوين العمر هذا، ولكن انا اختي العمر هذا اكثر منه. المهم الا بغيتو دابا نقول عبدو شارك معكم التفاصيل ديالو. ها انتما كيجي بحال هكا، كيجي فيه 4 ديال لاطات، فيه الفرفاره يعني الفونتيلاتور كلشي كيطيبو في نفس الوقت، ماشي بحال هبطي لتحت طلعي الفوق، فهمتوا؟ هادو هما اللي كيتسناو بروفيسيونيل. فيه 4 لويطات بحال هكا خفافين، ها انتما ملي كنحيدو منهم ها انتما شفتو كيجيو بحال هكا اينوكس، صراحة زوين نقي اختي كيشعل، والطياب ديالو خطير، عرفتي كيحمر الجناب كاملين. هذا طيبي فيه بتي بان كلشي، كيكا مملحات زقيلة أي حاجة وصافي، وفيه البروغرام ديالو مهم هنا. هذا كيشعل الفوق والتحت، ولكن كيف ما قلت لكم بروفيسيونيل، كديري غير درجة الحرارة اللي بغيتي وصافي وتوكلي على الله. المهم إلا بغيتو التفاصيل نقول عبدو يشاركو معاكم. هادو كيكونوا طالعين شويه في الثمن على هادو، هذا يعني ديال الكوزينات العاديه كيف ما قلت لكم ديما كنشاركو معكم، هذا بروفيسيونيل عليه يعني زيد شويه في الثمن. هذا يمكن داير شي كيدير شي 12 ميلي غرام ولا بحال هكا قال لي عبدو، ولكن هو خدا ناقص بزاف باقي جديد، وصى عليه واحد صاحبو شحال هو موصيه ليه، يعني خداه فريمون هاوتا اوكازيون زوينه. المهم الا بغيتو دابا نقول ليه يشارك معكم التفاصيل ديالو. البارحه البنات قلت لكم ما كانش عندي الخاطر نصور، ولكن راني فركس الدار، كانت معايا دنيا عرفتو وسط الدار وسيجور فركتو ديال بصح، جبت بزاف القناه داكشي على صباح الدار نقيه، قلت لهم ندير هاد المعنه حتى هما يتوصلوا. دابا كنتسنى دنيا غتجي عندي، جبت واحد شويه من حوايج ديال الصيف، ماشي كلشي، واحد لافاليز واحد السيكان كانوا عندي جبت منهم شويه حيت فريمون كاين الصهد، وصافي دابا غنبدا نعزل شويه بشويه اللي قديت عليها، غنبدا نعزل. وخصني نخوي الماريو حتى هو، ما غنخلي بحال هكا الجويكطات من الفوق، ونبدا نجبد شويه هكا لي شوميز داكشي اللي غينفعني، حيت فريمون عرفتو بدا كيسخن الحال. صافي غنجبد شويه ونبدا نطوي ونرجع بحاجه بحاجه، جبدتهم البارح حطيتهم هنا باش ما نعكسش عليهم في الصباح، قلت ان شاء الله غنبدا بهم هما الاولين. غنبدا نحيد غير داك الحوايج اللي كيبانوا لي سخانين بزاف بحال هكا، هادو ديال الصوف وديال بحال هكا كيكونوا مصوفين الصراحه مابقاش وقتهم، اولا هادو اللي كيكونوا تما مونطوني سخانين بزاف صافي اختي سالا وقتكم، اولا هادو اللي كيكونوا تاني هكا كل مونطي لا اختي لا 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 لا، هادو تا هما كلشي هادشي سخون بزاف غنحيدو.
غنبنجبد شويه بحال دابا لي شوميز وداكشي، ونخلي جويكطات كيف ما قلت لكم شي حاجه تلوحيها من الفوق ماشي مشكل. هاد الكسيوه حتى هي كم غنخليها صافي، ونبدا كنعزل. المهم انتما معايا، نبدا نرجع شويه بشويه، غنحيد اختي غير بالصف بالصف باش حتى الا ما بقاش ليا الوقت بحال دابا نجبد هادي مع جاكيطه ولا شي حاجه، باش الا ما بقاش ليا الوقت ما نخليش الروينه، غنصوب بصف بصف. يعني بحال تقولوا دابا غنخليهم مخلطين، برد شويه ديال البرد مع شويه ديال الصيف. بحال دابا هادي ثاني نقدر نلبسها، نلبس من فوق منها الجاكيطه. الجاكيطه يعني ديال الكبير ولا ديال الجين؟ يا اختي توحشنا الالوان، ملي كيقرب الصيف كتوحشي هاد الالوان بحال هكا، حيت في البرد كنبقاو نميلو الالوان ديال الكري بحال هذا، الكري غامق كامل المارون، وسبحان الله شوفوا الالوان ديال الصيف هانتوما. اختي 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 شكلي تاني يا اختي، انت الاورانج. البنات بغيت غير نشارك معكم، عرفت واحد التعليق من عاوش لكم ديال واحد السيده ما كتخافش الله، بغيت نقلب عليه غير نخلي لكم غير تقراوه وانتم تحكموا. يمكن بزاف البنات داروا لها السينيال وطار، عرفتوا ما لقيتش لقيته اولا هي مسحاته. واحد السيده زعما الله يسمح لها ما نديرش فيها العواشر هذا هذه حيت انا كبار من هذا الشيء، ولكن اختي نخاف عليك انت ماشي نخاف على راسي، انا عارف راسي اش كندير، انت اللي كتهزي ذنوب عباد الله. يعني انت بحال بغيتي تقطعي رزق ديك السيده، ديك السيده راه كنتو ما عارفين الناس اللي دخلوا عندها القناه ديالها مسكينه كتعاون مع راسها، انا ما كرهتهاش طلع لها قناتها ودير شي مشروع ديالها، ما تبقاش كاع تجي عندي للميناج، تجي زعما غير بحال صحابات من الاخر، حيت انا كنبغي الخير لعباد الله. وهي مسكينه هي اللي بغات تمشي عند ماما، قالت لي جوج مرات ما كافينيش، ما كرهش شي سيده بحالك. ملي مشات عند ماما قالت لي كون شفتي لي غير خالتي بقى مشي عند ماما، هي اللي بروبوزات ماشي ماما، ماما راه ما كتبغيش انا بنتها وما تبغينيش نشق عليها. المهم درها ايوا اختي انتوما قولوا لي انتوما اشنو بان لكم في هذه الهضره. انا بالنسبه ليا شفتوا دنيا ما كرهتهاش تطلع عليها قناتها والله العظيم، وتفوتني وتمشي ليه الله يعاونها الله يسهل عليها، بالعكس نبقى فرحانه انني كنت يعني كان عندي ايد في هذا الشيء وانني ساهمت في حاجه زوينه، كانت عندي واحد بادره ديال الخير، غنكون فرحانه بهذا الشيء ماشي شي وحده اللي مسمومه، والناس اللي قرابين ليا عارفين هذا الشيء. اش بان لكم اختي انتوما في هذه الهضره؟ لكن شي ناس سبحان الله ما كيربحوا ما يخليو لي يربح. جبت هاد الشويه حطيته هنا وخليت هاد هادو اللي لبسهم من الفوق، وهادو شويه خفافين، ولتحت راه باقي كلشي سخون كيف ما كتشوفوا. وهنا غنخلي هاد الشيء صافي حتى نجي باش نجمع هادو سخانين، ونبدا ثاني نجبد شي حاجه اللي بارده. السراول غنخليهم بطبيعه الحال، السراول ماشي مشكل، هادو كانوا مصبنين، وهاد الشيء اللي سخون بزاف صافي غنجمعو. غنلبس هاد لاشوميز البيضاء وتجين، المهم انا راني لابسه اختي، ولكن غنمشي عند ماما غنضرب واحد التدويشه ان شاء الله، نمشي نصوب شعري الصالون كاين اون فاس معاها، ونلبس حويجات جداد. هذه لابلوز ديالي ديال الخدمه تقيشرات كنلبسهم تماما مع الصابون، شارجور ديالي وصافي غنهزها كيلبس الصباط ونزيد مع الطريق. الزنجلان كاين هذا وكاين هذا وكاين واحد منقي، ناخذ الكاوكاو حتى هو ناخذ هذا، لا كنبغي اللي بقشور كنطحنا بقشور لا ليا الضو. هنا السطوح كاوكاو كاين هذا وكاين هذا وكاين هذاك اللي بلا قشور، غناخذ هذاك نديرو في الفران هذاك زوين، زيد غير شويه شي جوج دراهم جوج دوزات حرة تقدم عند حمزه. أيه انا سي البنك الشعبي. أيه. مع نور الدين، نور قرفه خدي ليها؟ قرفه لا خدي اعطيني نصرى بعد القرفه. ما فيها زيت ديالك؟ اعطيني هذه عوادي. اعطيني رابعه.
الا السوجا هادشي لا السوجا شنديرو السوجا في التمر هاد هي نديرو السوجا في التمر شوف هادي شحال ها انتوما لقيت الطحين هذا فورس ياك ها انتوما محمر مذهب شفتو كنت كنقلب عليه بحال هكا ما كنبغيش كيكون محمر بزاف كيعطي ريحه الحرق في السلو دابا ها انتوما موجدينه راه العام اللي فات كنت خديت من عندك الشعير ياك كنت كدير الشعير ولكن جاني ناشف في السلو الصراحه المهم ناخذ كيلو هكا دير لي كيلو ها انتوما القوام ديالي تما باش عاطيه مزيان ندير بحال الرمله بحال الرمله ما محبب ما والو يعني مغربلينو شو راه مذهب راه كيبان بحال الزنجلان غير مع الاضاءه بالعكس الزبده الروميه زوينه خاص غير تحمرها بزاف تولي بحال نوازيت فهمت بيغ نوازيت الدنيا الدنيا اش كديري كدوقي اختي قصرية ديالنا ماشي مشكل صافي المهم صافي كملنا التقضية ديال السلو غنديرها في الطوموبيل وغنمشي عند ماما نخليها تما تا نمشي في العشية بالخدمة انتوما كطحنوا هنايا كطحنوا واحد المرة انا شريت ديك الماكينة بحال اللي عندكم صغيرة عرفتي هذيك عندي شي عامين دابا فنة شتي راه الناس راه عاق ومبقاوش كيديرو الزيت هما عارفينها داك غير كطحنو مزيان ديك الطحنة الأولى والثانية ياك كطحنو مزيان كيطلق لي دام ديالو الزيت بلا ما تحتاج كاع تكثري الزيوت هادشي واش كندير أنا حمزة خديت ديك ماكينة صغيرة عرفتيها باش كنطحن فيها زنة زوينة إيوا صافي راه الصراحة شحال هاديك كنجي نطحن عندهم المهم بالنسبة للناس اللي ما عندهمش طحنو هنا نقي كلشي وغسلي حمري جي كتديه معلك طحون كتهناي صراحة زوينة تقضي والله وما كديريش تربينا بزاف الدار غير أنا كنبغي ندير الأجواء بغيت نطحن ونعاودو نبقى نعجن كل واحد شنو ولف دابا حنا كنجمعو في الدار كتبغي تبقاي فهمتي كل واحد كيبقى يعرك فيه شوية تا كتشوفي القوام واش خصك تزيدي الزبدة تزيدي الزيت وهادشي اللي كاين مشاركنا معكم الأجواء الصباحية نهزو التقضية نحطوها في الطوموبيل نمشيو عند ماما نمشيو نخدمو حتى العشية ونرجع ليكم نحمرو ونخلطو إن شاء الله جيت ناخذ ماما الحيمات ديال الكسكسو المهم كتقطع عند نور دي راكم عارفينو اون فاس مع حمزه مورا البنك الشعبي راه بزاف البنات لقيتهم كيتقدوا من عنده هنا في انات ها انتم اختي الحيمات هذا عجل نديو الحيمات الكسكسو حيت غادي حنا بكري يلاه نلقاها كتغدى المهم ما كنحتاجش نوصيه واخا نصيفط لي غير امي تبارك الله ما شاء الله كيعطيني طيفات زوينين ملي تبغيو تاخذوا كسكسو خذوا بوسويت ياك طويجنات المليجات انتما بوسويت كيكونوا الحيمات فنين اختي حنا راه حافظين الدروس نعطيك الصحه خويا الله يسهل عليك امين الله خويا شرك صافي هاد التقضيه ديالنا اختي تقديناها المهم هنا داكشي ديال السلو صافي غنخليه هنا حتى نخرج من الخدمه ان شاء الله في الليل المهم قضينا واحد الحاجه اختي كنت كنعكس ننزل نتقدى كنقول غتكون الدنيا عامره ولكن الصراحه دابا لقينا الدنيا خاويه كنت انا كتجي شي وحده هكا كتمشي صافي تمدوش انا نمشي هكا غنمشي ندوش ايوا اختي جينا عند الوالده نفطر شي فرماجه ديال مدرقه شوفوا الحصو ماما تبلات بها صافي ايوا صافتنا فطور الله يخلف عليها جينا نجمعوا هكا مع شويه شوفوا حنا احسن نهار عندنا هو الجمعه فاش كنجيو عند ماما صافي ندوزو اجواء رائعه نشاط حتى شاط علاش اختي ما يشيطش علاش يشيط ياك ماما يشيط ماما صباح الخير قولي صباح الخير ماما دايراش الزيف هكا ديال تقيش شديني ما دايراش الزيف راه كنحشم حشومه كيف صافي راه وليداتك بنياتك
هكا صافي كوني هانيه. قولي صباح الخير صوتك يسمع. صباح الخير. مبروك عواشركم داكشي. صباح الخير مبروك عواشركم. مبروك عواشركم. ان شاء الله. اليوم اختي غنديروا. رمضان بالصحة والسلامة. يا ربي امين. يا ربي امين الله يخليك لينا حبيبة. امين يا ربي. ايوا اليوم شنو غنديروا؟ نديروا كسكسو اختي قهرناكم هاد اليوم كسكسو كسكسو اليوم ولا الاخر صافي في شعبان. زعما ماشي النهار الاخر زعما الخميس الجاي وقيله غيكون رمضان ان شاء الله. حنا ما كنديروهش في رمضان يعني الا درتو نقدر نديرو ليله 27 قلتها لكم بسم الله. بالك سبعه ندير خشف. الحيمه صافي انا قلت الجمعه الاخيره ما نديرو كسكسو. المهم اليوم غيكون كسكسو الاخر ديال شعبان تنشوفو الا كاين شي كسكسو في رمضان. المهم صافي حنا كنفطرو دابا الفطور بحال ديما ماما كتصاوب لنا مسكينه ان شاء الله. خبيز ديال الدار سوا البيض او فروماج ونفطرو ونرجع لكم. دوشت وصافي خارجه غنمشي للصالون نشف شعري دابا ما مشيتش نشفته غير في الدار عند ماما الحمد لله. طيحت واحد الطيحه ما فيها ما تجمع. ماما عنده واحد الدريجات كيخرجوا للجرده باش نجي للطوموبيل عرفتي الدوخه تاني. طلعت مع ديك الدريجات زلقتني السبرديله زلقت شديت بيدي كاليت بيدي في الارض وعندها واحد هاد الكرياج اللي هنا الحاشيه ديالو جاتني عيني على الحاشيه ما عرفتش كيبان لكم شي حاجه ولا لا. مهم هنا دقه الحمد لله وهنا دقه والعظم يعني غنعاود شي غتصبح مقفله. دابا كنتسنى غير يجيبوا لي نظاضر وكلينكس وغنمشي للخدمه ونمشي نخدم بها. اه تليفونات هزيتها بزاف هذا ردي البال. شكرا يلاه حبيبي الله يعاونكم. صافي صدقت ما قدرتش نتغدى عفسو هكا. مهم الحمد لله اش غنديروا نتوما فهمتوا شي حاجه ما فهمتوا والو ما فهمتوا اختي كنا صحه سلام كنتمنى ما تحمرش غير العين من الداخل ما عرفتش كيبان لكم هنا ولا ما كيبانش. راه واحد الدقه هذا الشيء كله عيني جات على هذيك الحاشيه واحد الحاشيه خارجه ديال الكرياج وحرشه هي اللي حردتني منها. شوف كيبان لكم بحال فازقه هذيك راه جرحه كان فيها الدم عرفتي في المرايه كتبان واضحه ها انتم جرحه هنا وحده جرحه هنا وجرحه هنا والعظم وهنا بدايات كتنفخ الزرق يعني غتزرق كنت مشكل. المهم جارت ماما مسكينه عطاتني نظاظر قلت لها تقيني بشي نظاظر ايوا هادشي اللي كاين الحمد لله كما قلت لكم. صافي اختي ماما عطيت عليها الدم بقات كتبكي مسكينه قلت لها شوفي راه هادشي راه كيوقع واش غنديروا ما ديري. قالت لي متابعين الله يستر هاك السيده تفدعتي من يدك عينك. قلت لها الحمد لله ما نشوفوا البنات اللي جات اللي دازت على الراس مزيان الحمد لله ربي كيحفظنا ايوا نتوكلوا على الله. المهم قلت لكم ما نقدرش نتغدى هانتوما اختي الضحيك رجعت دخلت والله تجاتني الدوخه نكذبش عليكم ولكن انا ما تنبغيش نكبر مواضيع ما كنبغيش نفشل ما كنبغيش نطيح ما كنبغيش نبقى نشكي ما كنبغيش الناس اللي حدايا يكونوا مساكن بحال دابا شفت ماما طالعه الدم عرفتي قلت لها ماما صافي راه والو انا ما وقع والو واخا الصراحه ملي طحت بقيت طايحه كنقول عيني مجات ليا ماشي مشكل الحمد لله وشكر لله. كنبغي صافي نتقبل الوضع فهمت بس كون غير ماشيه بعد ما كتلوال رجليك حيت كنا كنت مسافره عرفت تلوات لي رجلي العصبه انا اللي كنقول صافي ما نقدرش غنزيد الحمد لله ما الدنيا ما شنو نسيت شنو نسيتي شنو نسيتي نخليهم تما الطوموبيل. شوفي قولي لماما صافي راه مشات الضحكه ناشطه مسكينه تخلعات بردي الله يسهل عليك يلا شكرا تخلعت ماما مسكينه عرفتي كنحس بها كتخفخف انا اللي سقيت ليها وخا عيني مضروبه مولفه كنسقي معاها مسكينه والاجواء مهم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. صافي سقات الماما المهم نساو اختي هادشي نبقاو نبكيكم المهم الصراحه عرفتي انايا راه تسمعوني من صوتي وصل لي هنا ولكن كيما قلت لكم الحمد لله سلام لاباس واحد البنت وقيله متتبعه ديالي ليكم الحمد لله ماشي مشكله ما كتبانش انا وكنطلع عليا غدا ولا شي حاجه راه غتبان لكم. شوف لا اله الا محمد رسول الله قلت لكم ولكن كنبغي صافي نبدل الاجواء بسم الله توكلنا على الله. سكات العبدو وسكاتيت انا صاحبتي قلت لها ما نقدرش اختي ناكل ما عنديش منين ندوز دابا باقي ما فطرنا مزيان دوك تمشي الخدمه وعاد نتغدى وندي لعبدو الغدا الامير هو وعبدو امير هما الاولين يلاه اختي. المهم غير طليت عليكم بغيت نقول لكم شنو وقع ليا